السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم كيكة المزخرفة المعروفة بكيكة الزيبرا، كيكة اللي كيجي الشكل ديالها زوين بزاف والمذاق ديالها لذيذ. نتمنى الوصفة تنال الاعجاب ديالكم والفيديو يعجبكم. تابعوا معايا الوصفة باش تعرفوا على كيفية التحضير والمكونات الوصفة وفرجة ممتعة. المكونات اللي معايا عندي هنا 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، دقيقه انا عندي هنا 2 كيسان ونص ديال عبار ديال كاس حنبة، عندي هنا 50 غرام ديال الشوكولاته بالحليب، 2 معالق كبار ديال الكاكاو والمر، وواحد الخميره ديال الحلوى الوزن ديالها ديال 15 غرام. دابا غادي ننتقلوا لطريقه التحضير. غادي ندير البيض مع هاد البيضات، مع كأس ديال السكر، وغادي نطرب. بالخلاط الكهربائي دابا غادي نزيد الزيت وغادي نطرب على الثاني. غادي نزيد الحليب دابا، غادي نزيد الدقيق، غادي نستعمل غير الطراب اليدوي. غادي نزيد واحد شويه، نزيد الخميره، غادي نطرب. ونزيد على الثاني واحد شوية. غادي نزيد الكمية اللي بقات لي، هانتوما كما تشوفوا من بعد ما كملت الكمية ديال الدقيق ها هو الخليط ديالي كيفاش جا. دابا غادي نقسم العجين على ثلاثة، واحد غادي نخليه هكا، والثاني غادي نزيد عليه الكاكاو المر، والثالث غادي نزيد عليه الشوكولاته بالحليب. هانتوما كما تشوفوا انا قسمت العجينة على ثلاثة، واحدة راه خليتها هكاك، هنا خديت التولوت وهنا ايضا خديت التولوت، هنا زدت ديك الشوكولاته بالحليب ذوبتها. دابا غادي نخلطها مزيان، غادي نزيد عليه واحد 2 معالق كبار ديال الحليب، وهنا ايضا زدت هنا الكاكاو المر، وغادي نزيد عليه 2 معالق كبار ديال الحليب. من غادي نخلطهم وغادي نرجع معكم.
ها انتم كما تشوفوا انا خلطت الخليط اللي بالشوكولاته بالحليب، وهنا الخليط ديال الكاكاو المر، ها هو الخليط الثاني. دابا غادي نجيب المول اللي غادي يدخل الفران. انا دهنته بالزبده وشويته بشويه ديال الدقيق. غادي نجيب واحد معلقه كبيره. دابا غادي ناخذ الخليط ديال الكيك نديرو هنا في الوسط. غادي ندير واحد جوج ديال المعالق وغنجيب الخليط اللي بالكاكاو، ندير واحد المعلقه كبيره هنا في الوسط. نجيب الخليط اللي بالشوكولا بالحليب ونديرو عاود تاني هنا في الوسط. وغادي ندير عاود تاني الخليط ديال الكيك هكا واحد شويه. نجيب الخليط الثاني انا غادي نبقى نستمر بحال هذا الشكل حتى نكمل كميه الخليط اللي عندي، ونتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي قبل ما ندخلوها للفران. هانتوما كما تشوفوا معايا من بعد ما كملت الخليط ديالي كامل، دابا غادي نجيب واحد السكين او عود كما بغيتو غير من الفوق ما نوصلوش حتى لتحت. ديروا هكا خطوط نجيو عاود تاني من هاد الجهه بحال هاد الشكل، عاود تاني منا زيدو هكا هانتوما كيما تشوفو. دابا غادي ندخلها للفران من غادي طيب، وغادي نتلاقاو نشوفو الشكل النهائي ديالها. ها هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران. نتمنى تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم والفيديو عجبكم. ما تنساونيش دعموني باللايك الفيديو وبالتعليقات ديالكم، وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. ونتمنى ايضا اذا كنت اول مره كتزور القناه ديالي ومازال ما اشتركت فيها تضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصل لك كل جديد من الفيديوهات اللي غادي ننزل. دابا وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده بحول الله.